الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا فيكم وكل عام أنتم بخير ورمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. طبعا مثل ما عودناكم بأطلال شامية قسم العوائل بشهر رمضان الكريم وفيه مفتوح على الإفطار. بتكون من مقبلات شامية 100% عصيرات أنواع طبعا التمر الهندي البرتقال الفيمتو شوربة عدس شوربة المشروم شوربة الذرة شوربة الدجاج وعندنا المحاشي بأنواعها وبشاميل على الأصول والرز البشاور مع الكباب الهندي تفضل لعندي بالإضافة للسمك الفيليه والكبة اللبنية أو الطريقة السورية الكريسبي المقرمش بالإضافة للبرق بأنواعها مع الكبة المقلية مشويات مشكلة بالإضافة للغريبة بالقشطة النمورة الشامية ورباط بالقشطة حياكم الله. اهلا وسهلا فيكم حبايبنا بتشرفونا وتنورون مطعم اطلال شاميه القطيف شارع احد حي الشهباء. طبعا نستقبلكم خلال شهر رمضان الكريم من الساعه 6 للساعه 7:30 وقت الافطار والفتره الثانيه من الساعه 10:30 للساعه 2:30 صباحا على السحور. ميد اهلا وسهلا بتشرفونا وتنورون.